أشكر إليه كما أشكر لصاحب هذا السرادق الحج محروس الصغير، وإلى كل من شارك في إقامة هذا الصرح الكهربائي من أبناء القرية ومن كل البلاد. أشكر أيضا إلى جميع العاملين بالفراشة والكهرباء الذين أتوا من كل مكان متنافسين لأداء الواجب لأولاد الحاج محمد الخولي في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة. الإخوة الكرام، ولقد استمعنا إلى آيات فيها يقول رب العزة سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ثم يقول رب العزة سبحانه: الحج أشهر معلومات، وهي هذه الأيام التي نسأل الله العليم العلام أن يرزقنا ذكرها وإحرامها وطوافها بالبيت الحرام. أيها السادة، هيا بنا لنعود إلى ساحة القرآن الكريم، لنعود إلى الذكر الحكيم، إلى دستور السماء لهداية أهل الأرض، وإلى معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم من قارئ صاحب خلق نبيل وصاحب صوت جميل، وإذا ما تدبرت تلاوته قد يشفى العليل، لأنه الخطيئة عنده مستحيل، لأنه صاحب الصوت الجميل، شيخنا مصطفى أبو إسماعيل ابن مدينة الزقازيق، يتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات، فليتفضل.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله قل صدق اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
للناس للذي ببكة مباركة. وهدى
ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان،
لقد عشنا مع آيات سورة آل عمران، ولقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل والمقيم بمدينة الزقازيق، شاكرين إلى فضيلته. أشكر أيضا باسم الحاج محمد الخولي وأولاده، وباسم كل عائلة أبو ناجي، الحاج إسماعيل منصور وماجد بيك الأشكر، شاكرين إليه واجبا. ذاك العلم بين قادة الشرطة، أستاذنا الكريم عمرو التونسي، سيدنا الشيخ عبد الحميد منصور، فضيلة القارئ الشيخ صلاح بدوي، الشيخ محمد مصباح، الشيخ حسن سلامة، الشيخ السيد محمد عطية، والمهندس علي عزيز بكهرباء الشرقية. أشكر أيضا لفضيلة الشيخ مصطفى وهدان المذيع اللامع، فضيلة الشيخ محمد شوقي عبد الصمد، فضيلة الشيخ محمد الحسيني، وفضيلة الشيخ وإلى أبناء مدينة تهية، الأستاذ عصام وعلاء تميم والحاج محمد فتحي معلم عباس. أشكر أيضا الوالد الكريم الحاج عطية أبو غنيمة بأبو نجاح. أشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمود الصباغ فضيلة الشيخ أحمدي بن داري. أيها الإخوة الكرام، أستاذنا الكريم رفعت بيومي وخدماته لا تحصى وجمائله لا تنسى، الأستاذ الكريم عبد الفتاح الشيخ الداعية بين أهل القضاء والمدافع بين العلماء، ووالدي وأخي الأكبر الحبيب الحاج عبد الله طنطاوي.